هذا هو تصنيف الجيش المغربي عربيا. حل الجيش المغربي في المركز الخامس عربيا والمرتبة 53 عالميا من حيث القوة العسكرية وعدد الجنود في الإحصائيات الجديدة لعام 2022 التي عرضتها شركة جلوبال فاير باور. وحسب نفس الترتيب حلت في مركز الأول جمهورية مصر العربية التي تعتبر أقوى عسكريا بين الدول العربية، كما أنها تحتل المرتبة 13 عالميا حيث سجلت تراجعا في ترتيبها عن العام الماضي 2022. والمرتبة الثانية عربيا السعودية والتي تحتل المرتبة 17 في العالم، وجاءت في المرتبة الثالثة عربيا الجمهورية الجزائرية كما أنها تحتل المرتبة 27 في العالم. في المرتبة الرابعة عربيا الإمارات العربية المتحدة كما أنها تحتل المرتبة 36 في العالم، وجاء في المرتبة 6 عربيا جمهورية العراق كما أنها تحتل المرتبة 57 في العالم. وفي المرتبة 7 عربيا الجمهورية العربية السورية كما أنها تحتل المرتبة 65 في العالم. في المرتبة 8 عربيا ليبيا كما أنها تحتل المرتبة 70 في العالم. والتاسع عربيا دولة الكويت كما أنها تحتل المرتبة 71 في العالم.